أعتقد أنه إذا كان يعني المكسب، إذا كان الحب مكسب يعني، أو النجاح مكسب، أو حتى الحرية مكسب، أعتقد الحمد لله أنه أنا مكاسبي كثيرة في هالناحية. مكاسب أخرى ما أعتقد أنه أنا حققت شيء، وأنا أحمد ربي يعني أنا كافي بالنسبة لي هل 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 هالمكسب اللي هو حب الناس، اللي حب الناس، وأن الواحد ينجح في الشيء اللي هو ضيع العمر عليه. وأنه كمان يمكن أنا تهمني أنه أنا أكون طليق بقدر الإمكان، وهذا تحقق لي. ولا أنا يعني الكتابة بحد ذاتها أعطتني اللي تستطيع الكتابة أن تعطي يعني. أكثر من هذا في عالمنا أو في العالم الثالث يعني ما أعتقد أنه الكتابة تحقق ثراء، ولا حتى تحقق راحة يعني بشكل أو إنما يعني هذا كان اختياري وأنا راضي باختياري الحمد لله.